يعني الانتخابات غاية في الأهمية، وهي أصبحت ضرورة ملحة في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وبالتالي أصبحت هي المخرج الوحيد للخروج من حالة الانقسام التي أنهكت الشعب الفلسطيني، وهي المدخل لتحقيق الوحدة والمصالحة. والقيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس جادة في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة من خلال إجراء الانتخابات لإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في قول كلمته الفصل بعد ما يزيد على 13 عام من الانقسام أنهكت القضية الفلسطينية، وللأسف الشديد جعلتها تتراجع على كل المستويات. وبالتالي آن الأوان لإجراء هذه الانتخابات لنخرج بطريقة مشرفة من هذا الانقسام البغيض. أما أين وصلت الأمور، يعني أنت تعرف أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية نقل رسالة واضحة لحركة حماس والفصائل الفلسطينية لترد خطيا على كتاب السيد الرئيس الذي وجه للفصائل الفلسطينية، ونحن بانتظار أن تكتمل ردود الفصائل بما في ذلك رد حركة حماس، رد خطي حتى يعني يكون هنالك إجماع وموافقة جماعية من قبل الفصائل على الدخول في هذه الانتخابات.